السلام عليكم. باش نبداو الحلقه بزوز اخبار، اخبار ممتاز وخبر للاسف الشديد. فيما يخص الاخبار اللي فرح علي يوسف كالعاده محافظ على اللياقه الايجابيه نتاعو، واليوم كالعاده مع فريقه هاكن في الدوري السويدي يسجل هدف، فريقه منتصر هدفين لصفر، الهدف رقم 10 لعلي يوسف مع فريقه في البطولة، ورقم 12 في جميع المسابقات. وخاصة مرة أخرى ما ننساوش أنه علي يوسف مستمر على تسجيل الأهداف وقت اللي أصبح رأس حربة. نعرفه علي يوسف يلعب على الجانب الأيسر، يعني نجم حتى الناخب الوطني يستحقه على الجانب الأيسر، لكن كي تشوف الملاعبية البونتا المتواجدين حاليا في المنتخب التونسي نقول لك خلي علي يوسف كرأس حربة يكون أفضل. نجم عادي تحطه على الشيرة اللي صار وملغم الشيرة اللي صار، من بعد يضيع فيها ويولي ملاعب نتاع رواق وماهوش رأس حربة، واحنا ما عيطنالوش على خاطر ماهوش رأس حربة. وذاك علاش زد اكتشفنا أكثر وقت اللي فتربس الفارط هبطنا في زوز مقابلات وما سجلش للأسف الشديد. كان لعبناه على الجانب الأيسر ممكن راهو قدم أداء أفضل، وبما أنه الجانب الأيسر ملغم بالملعبية ما قدمناش الدعوة لعلي يوسف، لذا اركش كرأس حربة. إن شاء الله علي يوسف ضد منتخب جزر القمر في رادس، خاصة منتخب متواضع، إن شاء الله إن شاء الله نعاود نقول علي يوسف يوصل يسجل، على خاطر الإشكال في الهدف الأول، سجل الهدف الأول وتحلت الشبكة وزاد خذ ثقة في روحه أكثر وزاد تمكن أكثر في المنتخب التونسي وكسب محبة الجماهير. راهو بحول الله ما عاد ينجم يفضها معاها حتى حد، وحتى الأهداف اللي سجل فيها ضد جميع الأندية، ضد الأندية اللي تلعب على تفادي نزول وسط الترتيب، حتى الأندية اللي تلعب من أجل اللقب، يعني الجولة قبل الجولة الفارتة سجل هدف ضد الفريق المتواجد في المرتبة الثانية. اليوم كيف سجل هدف في الكلاسيكو والفريق المتواجد في المرتبة الرابعة على أرض الخصم وأمام جماهير الخصم، يعني مهاجم عنده ما يقول في روحه، مش النوعية متاع المهاجمين اللي في مقابلة ضعيفة يسجل لك هاترك والسوبر هاترك ومن بعد يقعد لك صايم 7 و8 و10 و12 جولة، وضد الأندية القوية ما تلقاها جملة، ضايع فيها مش موجود، ألو وينك الريزو ما ثماش. لا، علي يوسف قاعد يسجل ضد جميع الأندية وهذه نقطة إيجابية. حاليا علي يوسف عمرك 24 سنة، جاء الوقت. اليوم كي نجي نشوفوا الترتيب الهدافين في الدوري السويدي نلقاو صاحب المرتبة الأولى ب 17 هدف، صاحب المرتبة الثانية 15 هدف، ثم تقريبا ثلاثة ملاعبية في المرتبة الثالثة ب 11 هدف، وبعد يجي علي يوسف المرتبة الرابعة ب 10 أهداف. يعني لو علي يوسف بداية الموسم كان متواجد كرأس حربة نأكد لكم بالمستوى اللي قدمه الموسم الحالي راهو هداف الدوري السويدي، وهكا النجم نقوله بنسبة كبيرة النجم ينتقل للدوري أفضل من الدوري السويدي. مازال ما فات حتى شيء 24 سنة، لكن في نفس الوقت عمر متاع يلزمك تنتقل للدوري ما أفضل باش مستواك يزيد يتحسن أكثر. نجيو حاليا لليسع للأسف الشديد، البارح مع فريقه دقيقة 90 قضاء وقدر زايد، يقول القائل دقيقة 90 مش مازال وقت، هذاك هو القضاء وقدر. حتى دقيقة لو الحكم يزيد 8 دقائق يقعد لك لدقيقة 98 وقت اللي ربي مقدر باش يتضرب، زايد الحديث راهو باش يتضرب. مدة الغياب باش تكون بين 6 و8 أسابيع، يعني نحكيه بين شهر ونص وشهرين. التربص الحالي بطبيعة مشي على روحه، لكن للأسف الشديد حتى التربص القادم تربص شهر نوفمبر اللي مازال عليها شهر تقريبا وجمعة شهر ونص، يعني علي يوسف ثم نسبة محتملة التربص القادم تربص شهر نوفمبر مش باش يكون متواجد في قائمة المنتخب التونسي. يعني قاعدين نتحرموا من الفرجة في الياس سعد مع المنتخب التونسي، قاعدين نتحرموا في الإمكانيات متاع الياس سعد مع المنتخب. صحيح راهو توا المنتخب ماهوش في حاجة ليه، على خاطر المنتخبات اللي قاعدين نواجهوا فيها منتخبات متواضعة بيه ولا بلاش بيه، حتى بالمنتخب الأولمبي عادي جدا يقدر المنتخب التونسي باش يفوز على المنتخبات اللي قاعد يواجه فيها، وهذه رسالة غير نجم نقوله مباشرة.
كفوز البنزرتي راك ماكش تعمل في حاجه كبيره، على خاطر نعاود نقولوها المنتخبات اللي قاعد تواجه فيها منتخبات متواضعه ومتواضعه جدا، لكن بما انه المنتخب التونسي المستوى نتاعو هو اللي نزل ولات المقابله هذه نشوف فيها والمقابلات هذه نشوفوا فيها كانها مقابلات صعيبه. للاسف الشديد علي يوسف مش او الياس سعد مش موجود. علاش هذه النوعيه هذه نتاع مقابلات؟ تصور انت الياس سعد يلعب لك ضد منتخب جزر القمر ويماركي لك بونتو ولا زوز، ما هو باش يدخل في الجو وكذا ويزيد يسجل نقاط هكا ولا لا؟ لكن النوعيه هذه تاع المقابلات مش قاعد موجود فيها، يعني شوف يا اما ما يعيطولوش يا اما الكركروه قال لك ماني جاي، ووقت اللي ولاو يقدموا له الدعوه التربص الفارط مضروب، التربص الحالي كيف كيف مضروب، التربص اللي بعده بنسبه كبيره مش باش يكون موجود كيف كيف بسبب الاصابه. الناخب الوطني قال لك مانيش باش نقدم من لاعب باش يعوض سعد او الياس سعد في التربص الحالي. الناخب الوطني مش باش يقدم دعوه اللاعب يعوض سعد او علي سعد، ولا تخليها كيك خير يمكن. بالحق انا اليوم كي نجي نعيط للملاعب توا هو ماهوش باش يعيط، ما هو مشى الياس سعد ماهوش موجود في القائمه ومش باش يقدم الدعوه للاعب اخر، معناها الامور واضحه. يعني لهنا ما ثماش حتى اشكال، كي عيط للملاعب مش باش ياثر، كي عيط للملاعب مازال شاب، مثلا سيباستيان تونكتي قاعد يوري في حاجه في الدوري الهولندي، راقي العواني مثلا الملاعب مازال شاب في النجم الرياضي الساحلي، ثم بعض الملاعبيه الشبان ينجم يقدم لهم الدعوة. أما علاش خلي هكاك خير تعيط لهم أنت، والتربص اللي بعده راجع وليت لاعب دولي وتقدمت لي الدعوة وعلى خاطر عندي إمكانيات وهذاك علاش عيطولي؟ صحيح مش من الأول، أما مش مشكل، وبحول الله نقبلهم عينيهم بالخدمة ونبين لهم اللي نستحق مرة جاية تقدم لي الدعوة من الأول، ويرجع لفريقه ويقدم إضافة ويبدأ يستنى في التربص القادم. لا تربص قادم ولا قادم قادم ولا قادم 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 متاع القادم. سيئ يا معلم راك تنسيت، جست عيطنا لك تصويره لا اكثر لا اقل، لانه الاماكن هذيك من الاول ثم شكون موجودين فيها النقطه ونرجع بها للستر. كيف كيف فوزي البنزرتي يعمل هو الدوانة صاحبي، انت اليوم باش يجي عايط لك مثلا الياس العاشوري ما يجيكش الياس العاشوري، هو اصلا فدد منك. باش تجي انت تعيط مثلا السيف الطيف، سيف الطيف عاملهم معاه كيف كيف، تهنت روحك صاحبي باش تعيط له، كان تعيط له وقول ماني جاي باش تزيد تحطم الملاعب، عاد خليها تيت تيت مع الجمهور، يا عاد ما تعيطش هكاكا يكون افضل. وفي الاخير تعرف عباره شنو هو؟ البركه نتاع الذهب ما كان تغلي ما شاء الله، حوانت تخدم وكذا 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 وما ما شاء الله، بشويه بشويه بدات الحوانه تتسكر، الحوانه تتسكر اللي تمشي تولي عباره على خربه، الخربه ما عادش البرك، يعني حوانت مسكره، ثم حانوت من هنا وحانوت من غادي يبيعوا في شويه ذهب وينشوا في الذبان، لا ثم لا كليونات ولا هم لهم يحزنوا. نفس الشيء الشيره اللي صار بتاع المنتخب التونسي ما شاء الله، كان ثم منافسه كبيره الياس العاشوري، الياس سعد، سيف الطيف، سيباستيان تونكتي حتى مش تتقدم له الدعوه، يوسف المساكني، زيد عليهم توا الخضراوي، يعني ما شاء الله سته تقريبا ملاعبيه، تنافس كبير على الشيره اللي صار. ما استغليناش احنا التنافس، ربي يعطانا على قد قلوبنا. توا كي تجي تشوف ولات خراب يا معلم الشيره اللي ساره، وك يرتع فيها هذه يوسف المساكي برا خويا، ارتع فيها كيما تحبها، كلها مشيت من الياس سعد مشي، من سيف الطيف مشي، من الياس العاشوري مشي، الخضراوي ما ثماش، السيباستيان تونكتي ما ثماش، ما ثم حتى ملاعب برا، سي يوسف غادي ارتع فك الشيره اللي صار، وابطلنا ضد منتخب جزر القمر ودزلنا بونت ولا اثنين اليورو تور ونجبدوا البندير، ربع تقعتيش ربع تقعتيش، سي يوسف ارجع يوسف، هذا يوسف هذا هو يوسف، وشفتوا كي رجع يوسف شنو عمل له، شفتوا ما نعرفش شنو وكذا كالعاده، معناها صايره وتقعد تصير. لكن للاسف الشديد عمر يوسف في المساكني قاعد يكبر بشويه بشويه، ونفس العقليه فيما يخص فيما يخص الناس اللي تحب يوسف المساكني، وهذا ما نجمو كان نقولوا عليه للاسف الشديد، لانه مصلحه الاشخاص قبل مصلحه المنتخب التونسي. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه كالعاده، البياري ما تبقى كمش يقول لكم تحيه تونس، تعيش تونس وسلام.